السلام عليكم، حياكم الله طلاب. رجعنا وياكم بمحاضرة جديدة في من سلسلة محاضرات Data Security أو Network Security اللي هي أمنية الشبكات والحاسبات. بهذه المحاضرة إن شاء الله راح نشرح ونتطرق لموضوع جدا مهم، وموضوع يعني حاليا دائما نستخدمه في شبكاتنا وفي السكيورتي، في أنظمة الحماية والسكيورتي مال الأمان الموجودة بشبكاتنا. هذا الموضوع هو الفايستل سايفر. فايستل سايفر، شنو فايستل سايفر؟ فايستل سايفر هو عبارة عن سيمتريك ستراكشر. يعني شنو سيمتريك ستراكشر؟ سيمتريك ستراكشر بما معنى انه هو تركيب متماثل، تركيب متماثل. هذا التركيب المتماثل اللي هو الفايستل سايفر نستعمله حتى نبني، نستخدمه حتى نبني أنظمة البلوك سايفرينج. شنو يعني بلوك سايفرينج؟ شنو يعني بلوك سايفرينج؟ سولفنا في محاضرات أولى يعني بداية السنة أو بداية العام الدراسي إنه الكريبتوغرافيك، كريبتوغرافيك سايفرز تنقسم إلى نوعين. النوع الأول نسميه ستريم سايفر، والنوع الثاني نسميه بلوك سايفر. شنو يعني ستريم سايفر وشنو يعني بلوك سايفر؟ قلنا ستريم سايفر يعني أنظمة تشفير الشفر بت 1 بت باي 1 بت أو 1 بايت باي 1 بايت. في آن واحد ستريم سايفر إما يشفر بت بت أو بايت بايت، بينما البلوك سايفر لا، يشفر بلوك من البيانات، كأن يكون 64 بت أو 128 بت 256 بت. هذا اللي نسميه البلوكس، بلوك سايفر. فايستل سايفر، هو سيمتريك ستراكشر، تركيب متماثل. هذا التركيب المتماثل راح يساعدني في بناء، أو راح استخدم العفو في بناء هذا المنظومة اللي هي البلوك سايفر. واحدة من الأمثلة عليها، واحدة من الأمثلة هو نظام DES اللي هو Data Encryption Standard. DES Data Encryption Standard يستعمل الفايستل سايفر، بالستراكشر الخاص به. زين، هسه يعني سولفنا هواي عن الفايستل سايفر، سولفنا قليل على الدي اي اس. هسه شويه بعد راح نسولف بالدي اي اس وندخل ونخوض بالدي اي اس ونشوف شنو شلون راح اشفر وشلون هذه المنظومه تشتغل. الفايستل سايفر سولفنا عليه هواي، لكن ما طرقنا الى الاساس، النظري اللي قام عليه فايستل. شنو هو فايستل؟ فايستل دا يقول انه انا استخدم الديفيوجن والكونفيوجن عن طريق استخدام substitution والpermutation processes. يعني ما فهمنا شنو هذا الحكي. يعني شنو diffusion؟ آسف، يعني شنو diffusion؟ ويعني شنو confusion؟ يعني شنو ذني؟ شنو هاي العمليتين؟ شلون احققهن؟ يقول ممكن نحققهن من خلال استخدام substitution والpermutation. هواي هذا صار لنا هواي امور ما نعرفهم. يعني شنو diffusion، شنو substitution، شنو permutation. substitution يا طلاب اخذناها في بداية السنة، الدراسية. قلنا substitution هي عملية استبدال بت او حرف بحرف ثاني او بت ثاني. يعني شنو؟ يعني على سبيل المثال اتذكر اعطيتكم مثال الكلمه كار، اذا اريد اشفرها عن طريق السبستيتيوشن، السي مثلا ابدلها باس، الاي ابدلها بان على سبيل المثال، الار ابدلها بال. دا اضرب مثال. هذا السبستيتيوشن سولفنا عليه. البيرميوتيشن شنو؟ قلنا البيرميوتيشن الكار هاي الحروف راح تبقى محتفظة، بالحروف، لكن يبدي التبديل. التبديل بمن؟ التبديل مو بالحرف، التبديل في موقع الحرف. يعني على سبيل المثال الـ A يصير بالبداية والـ C يصير ثاني شيء
والار يبقى اخر شيء. او نموذج ثاني اي ار سي او ار سي اي بهذا الشكل، انه الحروف راح تبقى نفسها لكن ابدل الموقع مالتها. هذه فكره البيرميوتيشن. بينما سبستيتيوشن لا، الحرف نفسه ابدله، ما ابدل الموقع مالته، ابدل الحرف نفسه. فده يقول هنا شنو، انا الفايستون راح يعتمد على مبدا الديفيوجن والكونفيوجن عن طريق عمليات السبستيتيوشن والبيرميوتيشن. هسه اوكي، انا السبستيتيوشن عرفته انه انا راح ابدل الحرف نفسه، والبيرميوتيشن ايضا عرفته انه انا راح ابدل موقع الحرف، راح استبدل موقع الحرف. زين الديفيوجن شنو والكونفيوجن شنو؟ الديفيوجن يا شباب والكونفيوجن ببساطه شديده راح نسولفهم بهذا المقطعين، بهذين المقطعين. احنا عندنا يا اخوان عندنا ثلاث اركان رئيسيه في اي عمليه تشفير، اي عمليه تشفير اكو عندي ثلاث اركان رئيسيه. شنو هي هاي الاركان الرئيسيه؟ البلين تكست، سايفر تكست، والكي. هاي الاركان الرئيسيه نعرفهم كليتنا، نعرفهم اي نعم كليتنا نعرف البلين تكست والسايفر تكست والكي في اي عمليه تشفير واي عمليه فك تشفير. هذني الثلاث اركان الرئيسيه هي اللي نتعامل معهم، هي اللي نتعامل معهم. نجي هسه على البلين تكست والسايفر تكست، ونجي على العمليه اللي اسمها ديفيوجن. شنو هي الديفيوجن؟ شنو هي الديفيوجن؟ كترجمه لها ديفيوجن معناها نشر، ديفيوجن معناها نشر. انا ايش راح انشر؟ انا شنو اللي راح انشره؟ راح انشر الستاتستكس. يعني شنو اللي انشر الستاتستكس؟ انشر الاحصائيه مال البلين تكست بداخل السايفر تكست. ما فهمنا، ما فهمنا يعني شنو؟ يعني شلون انشر الاحصائيه مال البلين تكست بداخل السايفر تكست؟ على سبيل المثال، على سبيل المثال خلينا نفرض، دا اضرب مثال يا اخوان، خلينا نفرض ان البلين تكست عندي، عندي بلين تكست هي باينري، ولتكن 1 1 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8. هذين هاي البلين تكست، هاي البلين تكست. من خلال استخدام انكريبتر مشفره، هاي المشفره دخل لها البلين تكست ودخل لها الكي، خرج لي شنو؟ خرج لي سايفر تكست، وليكن هذا السايفر تكست هو 00101034567 8. هاي صارت عندي شنو؟ السايفر تكست، صار عندي هذا السايفر تكست المكافئ لمن؟ مكافئ لهذه البلين بلين تكست. هسه شنو؟ شنو هذا الديفيوجن؟ خلينا نفترض انه هذا البت الثالث تغير من صفر بالبلين تكست، من صفر الى واحد، تغير من صفر الى واحد. السؤال هنا، هذا البت الواحد اللي يتغير، هذا البت الواحد اللي يتغير بالبلين تكست، كم بت راح يغير بالسايفر تكست؟ كم بت راح يغير بالسايفر تكست؟ راح يغير على سبيل المثال هذا البت وهذا البت وهذا البت، مثلا ثلاث بتات راح يغير، راح يغير خمس بتات، راح يغير ست بتات، ايش قد راح يغير؟ ايش قد راح يغير؟ هذا هنا السؤال. هذا هو اللي نسميه يا اخوان الديفيوجن. يعني شنو؟ يعني النشر، نشر الاحصائيه. بت واحد بالبلين تكست يتغير، راح يغير لفت خمس او ست بتات من السايفر تكست. انا دا اضرب مثال يا اخوان للمره الثالثه اعيدها، انا دا اضرب مثال. على سبيل المثال لو هذا البت اختلف تغير، راح يغير لي فرضا راح يغير لي شنو؟ راح يغير لي هذا البت 1 2 3 4، راح يغير لي مثلا اربع بتات. هذا ايش اقول على هذا السيستم؟ ايش اقول على هاي المشفره؟ اقول هاي المشفره جدا ممتازه. ليش جدا ممتازه؟ لان بت واحد اختلف بالبلين تكست، بت واحد اختلف بالبلين تكست سوت لعمليه ديفيوجن. يعني شنو؟ سوت لعمليه نشر. نشر وين؟ نشر بالسايفر تكست. بت واحد اختلف بالبلين تكست غير لي كلش هوايه بالسايفر تكست، غير معالم السايفر تكست. زين اذا على سبيل المثال، على سبيل المثال اذا هذا البت الاول والبت الثالث اختلفن، ايش راح يسوي؟ شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير
ايضا المره الرابعه اعيدها يا اخوان. انا اذا اضرب مثال شنو اللي دا يصير لما البتين هنا نختلفل، على سبيل المثال من الممكن انه راح يختلفل في 6 بتات او 7 بتات راح يتغيرن بالسايفر تكست. فهذا موضوع الديفيوجن يا شباب، خلي نروح ونرجع ونقرا شنو المكتوب هنا. يقول ذا ستاتستيكال ستراكشر، التركيب الاحصائي اوف ذا بلين تكست، للبلين تكست التركيب الاحصائي، هذا الاحصاء مال البلين تكست ايش بيه؟ از ديس ابيتد، اختفى. وين يختفي؟ انتو لونج رينج ستاتستكس اوف ذا سايفر تكست، راح يختفي بالسايفر تكست، راح يختفي باللونج رينج مال السايفر تكست، بالاطوال الطويله بالسايفر تكست. This is achieved by having each plain text digit، وهذا الشيء راح يتحقق من خلال انه each plain text digit، كل digit من البلين تكست او كل بت من البلين تكست، ونفرض هذا الواحد البت الاول اللي هو هذا، مسح بعد ما يبين، هذا البت اللي هو رقم واحد، digit affect the value of many ciphertext digits. يعني شنو؟ يقول هذا الشيء راح يتحقق من خلال شنو؟ من خلال each plain text digit، كل plain text digit، هذا digit، كل plain text digit affect the value، راح يأثر على القيمة of many ciphertext digits، راح يأثر على شنو؟ على عدد من القيم الخاصة بالciphertext. يعني شنو؟ يعني مو بت واحد اختلف هنا بالبلين تكست فبالسايفر تكست بت واحد ايضا راح يختلف، لا هذا ما يفيد، هذا ما يفيد، هذا السيستم عرضه للاختراق، عرضه للكسر هاي الشفره. فاكثر من بت يتغير بالبلين تكست، العفو اسف، بت واحد او ديجيت واحد يتغير بالبلين تكست راح يؤدي الى تغيير اكثر من بت او اكثر من ديجيت بالسايفر تكست. هذا هو الديفيوجن يا شباب. فيقول this is equivalent to having each ciphertext digit be affected by many plain text digits، نفس الكلام هذا اللي قلناه. فهذا الشيء يا اخوان هو اللي نسميه الديفيوجن. فيقول هنا in way that each symbol character or bit in ciphertext بالciphertext is dependent، يعتمد على من؟ يعتمد على كل شنو؟ يعتمد على كل السيمبلز او البتس الموجوده بالبلين تكست. يعني شلون؟ خلينا نعيدها، على سبيل المثال قلنا البلين تكست عندي 1 1 0 0 1 0 0 1، السايفر تكست اللي ينتج عندي هو 0 0 1 0 1 0 1 1. فيقول ايش دا يقول هسه ابو الكتاب، شنو ابو المنهج ايش دا يقول؟ دا يقول انه هذا البت اللي موجود وين؟ اللي موجود بالسايفر تكست راح يعتمد على شنو؟ على كل البتات الموجوده بالبلين تكست. يعني هذا البت اذا اختلف راح تتغير هاي، هذا البت اذا اختلف راح يتغير هذا، هذا البت اذا اختلف راح يتغير هذا، والعكس صحيح يا اخوان، والعكس صحيح. فهذا يعني شنو راح يفيدني؟ هذا شنو راح يفيدني؟ هذا راح يفيدني انه الاحصائيه مال البلين تكست راح تنتشر على السايفر تكست، ما راح اخلي او ما راح اعطي فرصه للهكر انه شنو؟ انه يقدر يستنتج العلاقه بين بت ببت، ما راح يقدر. ليش؟ لان هو واحد اختلف هذا كله اختلف، هذا اختلف هذا كله اختلف، واحد اختلف منه كله يختلف. فهاي هنا المشكله اللي راح نسببها للهاكر، انه هو ما راح يقدر يستنتج اي علاقه بين اي سمبل او اي بت بين البلين تكست والسايفر تكست. ليش؟ لانهن كلهن معتمدات على كلهن، كلهن معتمدات على كلهن. المهم هذا فهمنا الديفيوجن انه اني العلاقه اللي بين البلين تكست والسايفر تكست خفيتها. بعد شنو لازم اخفي العلاقه اللي بين الكي وبين السايفر تكست، من خلال شنو؟ من خلال عمليات الارباك اللي نسميهن الكونفيوجن، اللي نسميهن الكونفيوجن. فهنا ايش دا يقول؟ دا يقول الكونفيوجن ايش راح يسوي؟ راح يخلي العلاقه وينها؟ الريليشن شيب بتوين السايفر تكست اند انكربشن كي از كومبلكس از بوسيبل. ايش دا يقول؟ راح يقول دا يقول انه اخلي العلاقه بين السايفر تكست من جهه وبين المفتاح من جهه ثانيه معقده الى ابعد حد، معقده الى ابعد حد.
فيا اخوان فيا اخوان، منظومه الدي اي اس، منظومه الاي اي اس، هاي المنظومات اللي دي نستعملها هسه حاليا في شبكاتنا، في شبكات الانترنت، في شبكات الاتصالات اللي دي نستعملها، تعتمد على هذين المبدئين، تعتمد على مبدا الكونفيوجن اللي هو الارباك، يخلي العلاقه بين الكي والسايفر تكست جدا معقده، والديفيوجن، ديفيوجن اللي يخلي البلين تكست، العلاقه بين البلين تكست والسايفر تكست منتشره وجدا معقده، جدا معقد فهمها. هذا يا شباب الكونفيوجن والديفيوجن. زين الكونفيوجن والديفيوجن شلون راح احققهم؟ شلون راح ابنيهم؟ شلون راح اضمن وجودهم؟ راح اضمن وجودهم من خلال استخدام السبستيتيوشن يا اخوان، اضافه الى البيرميوتيشن. فالسبستيتيوشن والبيرميوتيشن عمليه دمجهم راح تولد لي شنو؟ راح تولد لي عمليات، او راح تولد لي نتيجه راح تكون ديفيوجن نشر وكونفيوجن ارباك. هذا على هذين المبدئين، على هذين المبدئين مبدا الديفيوجن والكونفيوجن انبنى عندي منظومة الديتا انكريبشن ستاندرد بال 1977، طبعا منظمة أمريكية سوتها اللي هي ناشونال انستيتيوت اوف ستاندرد اند تكنولوجي. هاي المنظومة او هذا النظام اللي هو دي اي اس يشفر بلوك سايفر، والبلوك سايفر حجمه ايش قد؟ بلوك سايفر يا اخوان حجمه 64 بت، 64 بت، يعني بما معنى انه هو يقبل بيانات بلين تكست حجمها 64، يخرج لي 64، يخرج لي شنو؟ يخرج لي سايفر تكست حجمه ايش قد؟ حجمه ايضا 64. فهذه المنظومه راح ان شاء الله راح نبلش شرحها من المحاضره الجايه او بالفيديو القادم. طبعا راح يتقسم الشرح الى قسمين، او راح تنقسم هذه المنظومه الى قسمين دي اي اس، قسمين. القسم الاول هو سب كي جنريشن، والقسم الثاني هو عملية المسج انكريبشن. هاي القسمين، شنو هو سب كي جنريشن؟ هو المفتاح اللي راح يدخل للدي اي اس، المفتاح حجمه 64، لكن هذا المفتاح انا ما راح استخدمه، ما راح استخدم هذا المفتاح بصوره مباشره. شنو اللي راح اسويه؟ راح اولد من هذا المفتاح اللي حجمه 64، راح اولد مفاتيح K1 K2 K3، راح اعتمد على هذا المفتاح الاصلي K4 الى K16، راح اولد مفاتيح فرعيه، مفاتيح فرعيه، عدد هاي المفاتيح الفرعيه هي 16 مفتاح فرعي. هذا المفتاح الاصلي، هذا المفتاح الاصلي اللي راح استخدمه في توليد هذه المفاتيح الفرعيه. المفتاح الاصلي مثل ما قلت لكم يا اخوان حجمه 64، المفاتيح الفرعيه كل مفتاح حجمه راح يكون 48، فهذا حجمه 48، هذا حجمه 48، هذا حجمه 48، إلهم كلهم حجمهم يا اخوان 48. هذا القسم الاول من منظومه الدي اي اس اللي هي عمليه توليد المفاتيح الفرعيه. اشتقها منين؟ اشتقها من المفتاح الاصلي. المفتاح الاصلي ايش قد حجمه؟ المفتاح الاصلي حجمه 64. المفاتيح الفرعيه ايش قد حجمهن وايش قد عددهن؟ عددهن 16 مفتاح، كل مفتاح مؤلف من 48 بت. اللي هنا يا اخوان انا راح اتوقف، او نرجع اللي هنا نسولف شويه من بعد. فهذني هنا يا اخوان، هذا هنا المفتاح الاول K1 K2 الى K16. في المحاضره الجايه ان شاء الله راح نشرح هذا الجزء، المحاضره الجايه او الفيديو الجاي راح نشرح هذا الجزء، شلون راح استنتج او شلون راح احسب K1 والK2 الى K16. المحاضره اللي بعدها راح نسولف بمنظومه دي اي اس، شلون راح نشفر وشنو الاقسام لمنظومه الدي اي اس، وشلون راح تتحول البلين تكست اللي هي 64 الى سايفر تكست ايضا 64. اللي هنا يا اخوان انا راح اتوقف، ومثل ما قلت لكم المحاضره الجايه او الفيديو القادم راح نشرح عمليه توليد الكي جنريشن، السب كي جنريشن، عمليه توليد 16 مفتاح كل واحد من عندهم 48 بت، اولده من المفتاح الاصلي اللي هو 64 بت. اتمنى لكم التوفيق يا اخوان، وان شاء الله تكون المحاضره هذه واضحه بالنسبه لكم. مع السلامه.